إذا بدنا نحكي لكم صباح الخير مرة جديدة، عم نستناكم بالمطبخ ديما حجاوي أكيد يوم الأربعاء بمطبخ دنيا دنيا. صباح الخير ديما. صباح النور، كيف حالك؟ كيفك؟ تمام، أنت كيفك؟ الحمد لله. أشياء زاكية اليوم برضه رح إن شاء الله نعمل. أشياء زاكية وعلى الطلب. طيب شو نعمل هلا؟ بدنا المقادير. مقادير الدونتس. يلا نشوف المقادير للي بده يتعلم دونتس. تغليفة السكر يلا. ستة كوب طحين منخول وأصبعين زبدة، ثمان معالق سكر ومعلقتين كبار من الخميرة، معلقة ونص كوب حليب، لا كوب ونص حليب دافئ، ومعلقتين صغار من البيكنج باودر، رشة ملح وبيضتين ومعلقة صغيرة من الفانيلا. بالضبط. بالنسبة لتغليفة السكر نحتاج لثلاث أكواب سكر ناعم، ربع إصبع زبدة سايحة، وربع كوب حليب، معلقة صغيرة فانيلا. ولا تغليف الشوكولات كمان رح نعمل 150 جرام شوكولاتة، نص إصبع زبدة، وربع كوب كريمة سائل. يعني رح تعملي شكلين. تمام. هلا شوفي دانا، أول إشي بدي أعمله أنا وصفتي بالدوناتس، في وصفات مع مي، أنا مع حليب. مع حليب بتطلع كريمي أكتر وفلافي، يعني من جوا بتطلع زي القطن. فأول شيء بدي أدوب هون معلقة الخميرة بالحليب الدافي، طبعاً لازم يكون دافي. حليب زي كيف لما نحط الخميرة بالمي تكون دافية. كوب ونص حليب. بالضبط. هلا أنا طبعاً هون عاملة كله نص المقدار بس هو يلتزموا باللي أنا كاتبته على المقادير. وهلا كمية السكر اللي هي مثلاً 8 معالق، باقي منها معلقة بحطهم مع الخميرة والحليب. تمام. بحركهم كتير منيح وبنخليهم 5 دقائق عبين ما تتخمر الخميرة بالحليب الدافي. طبعا لا يكون سخن كتير ولا بارد كتير كيف لما نعمل بالماي، لانه الحامي كتير بيخرب الخميره والبارد طبعا ما بتتفاعل معه اصلا. وبتنسحب بالحليب، في ناس بيستخدموا ماي الحليب حليب. اذا ماي رح تصير زي العوامه، بتشبه العوامه. انا في هاي الطعم ما بحبها. لا هي بتكون زي العوامه. لا احنا بدنا اياها كريمي تكون وفيها يعني ريتش، تكون من جوا يعني غنيه. هلا هون ايش رح اعمل؟ في عندي البيض بدي احط عليه بس الفانيلا. هاي الخطوة عشان الزنخة فقط؟ دائما بعملها يعني هيك صرت، حتى بتعرف لأني كمان بكون بخلط بإيدي وبدي أحطهم أسهل لي أحطها صورة الفانيلا على البيضة. تمام. هلا أنا مضطرة أحكي لكم شو بدي أعمل بعدين أبدأ أخلط عشان مع صوت الخلاط أول إشي، ثانيا خلاطي معلق فبس لما أشبكه بضله شغال فرح أضطر أضلني طيب. مكملة. هلا أول إشي رح أخفق الزبدة مع السكر اللي هم باقي معالق السكر اللي ضلوا عنا، بعدين بنزل عليهم البيض مع الفانيلا، وآخر شي هون أنا حاطة الطحين، كمية الطحين مع معلقة بيكنج باودر ورشة ملح، فإذا الوصفة فيها خميرة وفيها بيكنج باودر التنين. بنزلهم بالتناوب مع الحليب اللي بلش يخمر عنا، هي ناس بنصير نلاحظ انه الخميره عم بتطلع فقاقيع وانها عم تشتغل، فبنصير يعني دائما الطريقه الصح انكم تنزلوهم بالتناوب، شوي من كميه الطحين، شوي من الحليب، شوي من كميه الطحين، شوي من الحليب لحتى ما تنتهي معكم الكميه. تمام. فهلا هذا رح اسويه انا والخلاط شغال. رح اقدر اقرا من الفيسبوك ولا برضه صعب؟ خليني اخلطهم بسرعه. يلا بعدين بخليك اشرب ماي. هلا عادة هاي للعجين مش هاي تاعت البيض، بس انا عشان ما اقدرني اغيرهم لاني رح اضطر لما ننزل الطحين استعمل هذا، فرح اكمل عادي. هاي الزبدة والسكر، يعني عادة انا اذا عم بستعمل للبيض والسكر للكيكات ما بحط هدول الخلاطات الهيك، هدول بس للعجين لما ندخل الطحين. هلا البيضة، هلا شوي من كمية الطحين، طبعا الطحين عندنا منخل لازم يكون منخلينه منيح. شو يعني الطحين منخل دانا؟ يعني محطوط بالمصفاية ومنزل من المصفاية عشان ما يكون ملبط على بعض، يكون طري هيك فلفرط. هلا كثير كومنتس بس افرجيكي دانا كيف الخميرة، يا ريت هيك الكاميرا بس افرجي على الكاميرا. معك الكاميرا. الخميرة شغالة بالحليب دافي، بدي احط شوي من الكمية. حط باقي الطحين، اهم شيء نلتزم بالمقادير. ما هي المقادير دقيقه 100%. يعني هو مرات احنا بنقول انه مثلا المي او السوائل او الحليب حسب العجن يعني على النظر،
بس لا يعني لازم يكون في تقريبا معيار معين. فانا بقول لكم ادوا يعني هو ثلاث يعني كوب ونص حليب لهذا المقدار، كوب ونص حليب. هلا اخيرا خلص هلا طيب. انا هيك بدي اقرا شوي من الفيسبوك. بدي اصبح على رمرون، صباح الخير للحلميين رمرون وسلمي عليها. هبة حمود يسلم ايديك يا قمر بحكوا لك. شكرا شكرا. يوسف طريفي بنصبح عليك. اسئلته غريبه يوسف، بس انا ايش في بمطر بنات الورا؟ هو المفروض قهوه وشاي وسكر. لا يمكن قصده هدول، لا انه فواكه. المرتبنات هدول بس. طيب هبة حمود وعبير الحسن صباحو يا حلمين. سلام لميس وديما محمد شلاش صباح الخير لكم. دانا ما في لك. طب انت سلام مش عارفة عبير حسان جابتي لي عبير سلام. بدهم تارتر صوص الطريقة. سهلة كتير. هلا بعطيهم. وأماني صباح الخير. إيمان صباح الخير. ديمي سعد صباح الأحلى مذيعات شكرا. سوسو صباح الخير. وآيات البس صباح الخير شكرا يا آيات. إيمان عمر اليوم عندي نت عشان اشارك المسابقه. المسابقه انك تبعتي لنا اخر اسم او على الحظ. ديانا حكيتي لي عملت هيك حتى تصبحها انو احسن مش عارفه زي ما بدك. خلص اخر شيء عشان يبعثوا لنا كثير. هلا ده انا بس اخر خطوه بدي اعملها انه لازم ندهن شويه زيت تبعتي هي بوله اوكي. وبدي افرجيكم قد ايه لزجه، يعني هي ما تخافوا انها بهاي اللزوجه انها بتلزق. هذا هو السر انه يطلع الدونات هيك على العجينه. انه يطلع الدونات طري من جوا، ما يكون ملبط زي كانه كيك او ماسك على بعض، لازم يكون زي الهواء من جوا فيه فراغات. فهي هي العجينه الصح. على فكره منيح نزلت نقطه بالزيت هيك تاكدت انه الزيت شغال. كنت بدي اشوف اذا شغال. طيب يلا هنا اتصل. طولنا على سهى. هنا كرزون. هنا الو صباح الخير. كيفك يا هنا؟ حبيبتي انت كيفك؟ انا منيحه، انت شو الاخبار؟ الله يسعد صباحكم. بدي ازغرت ومش عارفه شو بدي اعمل لانه لقطت مع الخط. واخيرا من حسن حظنا هذا على وجهي. حبيبتي الله يسعدك يا ابدا على وجهي. طب على وجهي ديما وعوجه ديما كمان. اهلا هنا كيفك؟ حبيبتي يسعد صباحك. شو اختك محاربتنا ما عم تحكي معنا؟ لما؟ اختي بتعرفي انه هي اللي شجعتني اليوم قالت لي هنا احكي. حبيبتي حبيبتي انت واختك سلمي عليها يا سهى. حبيت اطبع عليكم ويسعد صباحكم كلكم. صباحك يا هنا، شكرا على تليفونك حبيبتي. يا حبيبتي شكرا لكم. شكرا لك. هلا على المصري بس انه بنغطيها وخليها تتخمر. هلا بتتخمر تقريبا ساعة ونص بتكون صارت جاهزة. هلا رح اطلع الخمران الجاهزة افرجيكم. قد ايه نتركها؟ تقريبا ساعة ونص. ساعة ونص تتخمر. ده انا بس بدي افرجي على الكاميرا لما تكون خمرانه قديش بتكون العجينه حلوه. طلعي هلا بس تعملي هيك. سوري هاي النايلون بس قيمها. اوكي بس تعملي هيك طلعي كيف تنزل. خلص هاي هاي العجينه ممتازه. في سؤال هلا الافضل نقليه ولا بصير بالفرن؟ بصير بالفرن بس اطيب قلي يعني هو الاصل ينقلى. خلص بدي افرجيهم بجزء منها. طبعا بنحطها على اي سطح، بنجيب المرق بس برضه بنحط عليه شويه طحين وما نحط طحين كثير عشان ما نيبسها. احنا هلا اهم شيء في العجينه انها العجينه كثير لزجه. فتقريبا بنرقها لسماكه سانتي. هلا هو في قطاعات خاصه للدوناتس بس طبعا مش كل الناس عندهم اياها. فرح افرجيكم الطريقتين. هلا انا قطعت الدوناتس اللي حلو فيها انه خلص بطلع لك اياها كلهم يعني زي بعض نفس الحجم. هذا السمك. هذا السمك. اوكي ما هي بترجع بتنفش. ما نرقها كثير يعني. اوكي هلا هاي بس انا ليه ما بحبها لانه الخزق تبعهم هم كبير بيطلع. انا ما بحبهم هيك يطلعوا. شو بحب اعمل؟ يا قطعه عاديه يا مج اذا عندكم هيك زي اي كاسه في البيت فيها. اول شيء بنعمل هيك اوكي وبعدين بجيب غطا فانيلا او غطا اي علبه عندي. اوكي استاكد انه نظيف. طب بالسوق ما في شيء اصغر؟ هو في هذا بس فقط. هدول القطاعات وهم تقريبا نفس الحجم. وبس بعمل الخزق هيك فيها بالنص. هيك الشكل. هذا الشكل كتير أزبط وكتير أنا بحبه بهاي الطريقة. تمام. هلأ برضو عادة بعد ما نعمل هاي الخطوة ما بنكون هيك خلصنا، لازم نتركها كمان فترة بسيطة تتخمر. يعني هلأ هي بعد ما هيك تجهز تتخمر كمان شوي فبنتركهم أوكي بهاي الطريقة. نرجع بنغطيهم بنايلون حتى يكملوا عملية إنه التخمر. هلأ هدول اللي بنطلعهم برضو بنخليهم نرجع. نقليهم زي الطابات. شو بعمل فيهم؟ هدول بقليهم زي كأنهم كرات. بكون محضرة صحن فيه سكر وقرفة وبس بحطهم فيهم فبصيروا طابات مغلفين بالسكر والقرفة. هاي أسهل طريقة لقلي الدونتس. طبعا تأكدنا إنه الزيت حامي بس خليني هيك أرمي واحدة من هدول الطابات حتى. ليه؟ ممتاز. أوكي هلأ بدي أنزل هاي وعلى فكرة بياخد وقت. أوكي قديه؟ هلأ بتشوفي إشي زي السحر.
تمام. آيات السعد يسلم إليك يا ديما، أسمهان صباح الورد، ورجاء صباح الورد، لازم ما تستنى طريقة الدونات. نورة سنسيرات صباح الخير. خلاص طلعي دقيقتين بالضبط، يعني ما بياخدوش وقت أبدا. تمام. ومين كمان هلا؟ بس في شغلة. نور صباح الخير، وعد أبو عباس صباح الخير، وليدا طيب صباح الخير، وسناء طلال شكرا يا سناء، رفيف صباح الخير، مقادير الدونتس عم تنعرض قدامك رفيف، نورس وعبير حسان بتسلم عليك شكرا يا عبير، وإناس عهد منورة ديما، نرمين سلمي عليها كتير، عهود برضو ما في سؤال اللي بده يربح. تعرفي مين إناس؟ إناس إجت طبخت هون. إناس الشاطرة. إناس حبيبتي. إناس على فكرة بدي أحكي لها إني جربت طريقتها، طريقة البوز اللي عملتها فظيعة كثير زاكية، لأنه علقت في مخي هيك كثير سهلة، فبدي أصبح عليها لإناس. طيب هلا أنا دانا ما رح أكمل اختصارا للوقت، وبدي أشيل الزيت لأنه الزيت دائما خطر، شيله على جنب. هلا يا جماعة بس هون في إشي كثير ضروري بدي أفرجيكم إياه. يلا. هلا دائما هو مش هذا الشبك، بس أنا هلا حطيته لأنه الشبك الثاني مش معي، بنخليهم يبردوا. ما بصير نغلفهم بالتغليفات قبل ما يبردوا. هلا تغليفة الشوكولاتة، دوقي هاي تغليفة الشوكولاتة هي موجودة، احطها بشوكولاتة. هلا بعمل لك الصوص، استني. طيب عشان هيك ناشفة. تغليفة الشوكولاتة انا ما رح اعملها على الهواء، لاني انا عملتها اللي هي القناش، اللي انا عملتها بوصفة الشوكليت تشيز كيك، عملتها قبل هيك، يعني ادخلوا على وصفة تشيز كيك الشوكولاتة على اليوتيوب، هي موجودة وهي عبارة عن شوكولاتة وزبدة وكريمة بس. اما وصفة السكر الناعم اللي بتكون فوق الدونت دائما اللي بنحبها، اللي هي زي السكر الناعم، هاي اللي رح اعملها قدامكم. هاي عندنا كميه من السكر الناعم، انا حاطه المقادير طبعا. حليب سائل، اذا سكر ناعم، حليب سائل، نخلط. في ناس بس بحطوها هيك، وفانيلا طبعا. انا بحط زياده عليها شويه زبده. اوكي نخلطها، لازم طبعا الزبده تكون بحراره الغرفه حتى تنخلط معنا بسهوله. هلا صراحه هو لازم يكون شوي ابرد من هيك، بس انا مضطره افرجيكم على البارد نحط. لازم تكون على البارد. أوكي. عشان تمسك بس تقريبا، يعني هيك فكره. هلا بس في دانا هدول بنباعوا بالسوق طبعا عده اشكال. بتنقوا اي شكل بدكم اياه، اذا بدكم ترشوه مثلا للصغار، لانه هلا لازم هو سخن حتى يلزق بال. عم بسالوكي عن اللي بتنحش على كاسترد. حكيت هلا الكاسترد، طريقه الكاسترد هي على فكره بتصير تشبه الاكلير هيك. ايوه. هلا طريقه الكاسترد اللي هي زي ما حكيت هلا لمريم، لو بدها مثلا تحشيها مربى او كاسترد لازم هي مسكره، ما بنعمل الحفره اللي بالنص، نقليهم بنطلعهم، بنجيب كيس الكريمه اللي له بوز هيك رفيع، وبندخل الكاسترد او المربى فيه. في ناس بيحشوا قبل القلي غلط، لانه الا ما يطلع شوي منهم بالقلي. او في ناس يعني بيحاولوا يدخلوا الحشوه بطريقه معينه. لا هيك هلا شايفه دانا، هيك الطريقه صارت عندنا جاهزه. هلا هدول الشوكولاته اللي عملتهم والحلو بهاي الوصفه تاعت الشوكولاته انها بتمسك قاسيه، هي القناش بس تنحط بترجع بتجمد، وبرضه زينتهم بالسبرينكلز او الالوان المختلفه، والطعم عن جد زاكي. فصحة وهنا، بتمنى بدي اصبح عليها وحنين. بس لحظه سمير، هلا بنطلع فاصل. وعايده وروز وساره بدر ومحمد مصبح عليك، ومرح وعروب وزين سرايرة جواد السؤال، ديانا ونور نضال سارة حمزة وعد أحمد عنود بطارنة وسارة عبد الله لميت تخوري دعاء رشيد طارق أبو ساكوت وأماني خريسات وروبا جرادات. على قلبك يا أماني، احنا رح نكمل معكم بعد الفاصل، رح نعمل طبق الدجاج، استنونا.